اشرب يا صديقي اشرب اشرب معي لا استطيع لا اقعد استطيع لقد شربت ايها المالك احضر لنا في الحال افضل ما عندك من شراب وإذا لم تحضر النوعية الفضلة فسأقطع أذنيك وأضيفهما إلى مجموعتي وهي مجموعة آذان الذين لا يقدمون إلي أفضل شراب هيا أجل يا سيدي حالا هذا شراب فرونتير الحقيقي الأفضل في ماراكايبو لن يكون لديك أي حجة للشكوى منه أنت أيضاً تشعر بالعطش؟ ولكن دع لنا القليل فهمت؟ كفى هذا سيهدئك قليلا من أولئك الرجال موكو؟ يتولون المهمات الشريرة التي يوكلهم بها الحاكم وهم يحملون علم فان جولدن إنه هناك هيا انزل حسنا لمن هذا القرد هل يعلم أحد قلت هل يعلم أحد قرد أي قرد هل هو قردك يا لسخافتي ظننت أن هذا القرد هو زوجتك وهي تتأكد من أنك لا تثمل أظن أنني أخطأت في الحكم عليك أن تتعلم حسن الأداب لكونك عبداً لفان جولدن وإلا سيؤذيك عدم علمك بذلك ما هذا؟ ما الذي يحصل هنا؟ لم أره من قبل. آسف ولكن هذا ليس من شأنك أيها السيد النبيل. أيها الرجل الجاهل الطائش، أنت توجه الكلام لكونت أستوريوس. والذي يستر على أعمال الحاكم السيئة، ألم تسمع جيدا ما قاله صديقي؟ هذا ليس من شأنك أنت. أيها التافه الحقير والوقح بعد ساعة ستكون مشنوقا في ساحة المدينة قرب القرصان الأحمر يجب أن يعرف المرء اسم عدوه الذي سيبارزه قل لي ما هو اسمك أنا من أصل أنبل من أصلك دع كلامي هذا يروي فضولك أخبرني ما اسمك إذا كنت لا تخجل منه سأقول لك ما اسمي ولكن ذلك لن ينفعك لأنك لن تقوله لأحد أنا إيميليو من روكانيرا سيد فنتيكا أه
أنا أستسلم. لقد حذرتك ولكنك أردت معرفة اسمي، والآن سيرافقك هذا السر إلى القبر أيها الجبان. ساعدوني بسرعة، ألا تدركون من هذا أيها الحمقى؟ هذا هو فليكن ذلك. إن حد سيفك مبتور أيها القبطان، خذ هذا، هو مصنوع من حديد توريد الأصلي. علينا أن نفعل شيئاً بشأن هذا الحارس أيها القبطان. يمكنني تولي أمره دون إحداث صوت. ألا يمكنك رؤية سلاحه؟ قد يخفيك في ثانية. غير أنه لن يفعل ذلك لأنه لن يدرك أنني هنا. ستكون المعركة بين رجل وفتى، وهذا لا يعجبني. صحيح أنني ما زلت ولداً ولكنني لست أحمق. هو حقاً يبدو ذكياً يا كارمو. أقل ما نفعله هو أن ندعه يرينا ما تعلمه من حيل. اذهب الآن يا فتى، هيا يذهب. سأتولى أمره كما أفعل بالتماسيح في الغابة. أنت صبي شجاع يا موكو وسريع البديهة، يمكنك الانضمام إلى طاقمي إذا أردت ذلك. شكرا أيها القبطان. قلت لك لا تقلق. والآن أبعد السجين عن الدرب لنكمل عملنا.
لقد انتهت مهمتنا في ماراكايبو الآن. الوداع يا مرافقي القرصان الأحمر، أنا أعدكم بأن أنتقم لكم. أنت شخص ذكي وزميل جدير بالثقة وأخ بالدم. مهلا، هناك رجال قادمون من هناك. إنهم رجال الحاكم، وإلا فأكون قد أخطأت الظن. فعلا إنهم هم أيها القبطان. أصغي إلي يا كارمو، أريدك أن تحميني وأن تكون جاهزا لمهاجمتهم. موكو، احمل جثة أخي وخذها بعيدا، انتظرنا على حدود الغابة. دعني أمر. ربما سأدعك. ماذا تريد؟ أريد فقط أن أعرف من أنت ومن هو هذا الرجل. أنا رجل يقتل الأشخاص الذين يعيقون دربه. قل لي ما اسمك ومن أنت، وإلا فلن أدعك تغادر ماراكايبو حيا. من واجبنا أن نعلم هوية كل من يكون خارجا في الشوارع ليلا. يجب أن تتذكر جيدا ما سبب الفضول للهر. هل أشبعت فضولك أم بعد؟ كارمو، أتدبر أمري جيدا سيدي. ماذا يجري هنا؟ لنغادر هذا المكان. من هؤلاء؟ أيها القبطان، وقعنا في الفخ. أظن أنه يمكننا أن نحضر له مفاجأة. هيا أطلق النار. هيا
مهرب من هنا أيها القبطان. تعال ساعدني في خلع هذا الباب. هل سنختبئ هنا؟ هذه أفضل طريقة لنخفي أثرنا. هيا من هنا من هنا. إنه غارق في النوم، لا مشكلة. استفق أيها الرجل العجوز. لو لم يشخر لظننت أنه ميت. هي استفق أيها الرجل العجوز، استفق. هيا. من أنت؟ لا عليك، لست الشيطان. من أنت أيها الرجل العجوز؟ محام فقير. من سمع بحياته بمحام فقير؟ نحن قراصنة. قراصنة يا ويلي. لا تخف، لا نريد أذيتك. سوف نبقى في منزلك لبضع ساعات ثم نهرب من هنا. إذا لم تقدم على تصرف طائش فلن يكون هناك ما تهابه منا. اربطه يا كارمو حتى لا يتمكن من إثارة المشاكل. هذا غريب، هو مستيقظ لكنه يشخر. هناك من يشخر، يوجد شخص آخر هنا. أين هو؟ إنه القرد، أنا لا أصدق ذلك. لن أدعك تفلت بفعلتك هذه. هل علمت بآخر الأنباء؟ يقال إن بعض القراصنة دخلوا المدينة. لا أصدق ذلك، صدقني لقد رأيتهم وهم يهربون من الجنود. أنا متأكد من أنهم أتوا ليخلصوا القرصان الأحمر ولكنهم تأخروا في المجيء. من الجيد أن الغابات تحيط بنا، فبهذا يتوافر لنا الخشب لبناء الجبهات. إلى اللقاء، أراكما قريبا. ستدفع ماراكايبو كلها ثمن هذه الكلمات القاسية.